مثل بسيط لابيتود. خص ولدي يشوفني في الحياه كامله. اي حاجه بغيت انا ولدي يديرها شكون اول واحد خصو يديرها؟ شكون هو القدوه؟ الام ديالك. هي الام بيان سور. شوف نتحداك كاينين دي زونفون اللي ما كيدخلش ليهم البسكوي للدار، غادي تجيبوا لا مامون ديالو عندك ما غياكلش بسكوي. دونك يعني كل شيء كيبدا من الام. يعني الام انا داك الشيء كنوصيكم على وليداتكم بزاف، باش حيت الام هي المنبع، هي ديك النقطه. اما كتكون نقطه سوداء وكتعطي لوليداتها شي حاجات اللي ما غينفهم، اما كتكون واحد النقطه كما كنسميها انا نقطه انطلاقه. حيت الطفل في كيكون صغير كيكون عباره عن نقطه حمراء. علاش كنسميه نقطه حمراء؟ باش نعطيه الحب ونعطيه الاهتمام ونكلو مزيان نلبسو ونشربو نقري في مدارس اللي غادي يعني. شوف اي حاجه، شوف غير ايكول، الا قال لك شي حد وهاد ليكول مزيانه قريت فيها ولدي، بكثره الحب كتبغي دي ولدك لديك يعني ليكول. كتستثمر في هذاك الولد. فوالا، يعني ما كلتو راه اكبر استثمار. الا كلا داك الوليد شي حاجه زوينه، كلا شي حاجه صحيه اللي غادي تنفع. يعني كاينين فريمون نهار كنت دايره ميني بور لي زونفون بالنسبه للناس اللي خدامين مساكن ما تيكونش عندهم الوقت باش يطيبوا ولادهم شي حاجه مزيانه، شي حاجه ديال الدار. فريمون والله العظيم الا كانوا الدراري بزاف يعني كيحبوا داكشي اللي كنت كنوجد ليهم مع شويه تاع لا ديكوراسيون. المهم كما كنقولوا شويه كنتيرهم شويه غديري ليهم شكلاط مزيان اللي غيكون نسبه الكاكاو فيه عاليه، ما غديتش ليهم شكلاط بيان سور، غديري ليهم شي حاجه اللي هما كيقربوا ليها كيميلوا ليها. دونك فوالا، يعني ولدك راه كتكوني بيان سور عارفه راه اي حاجه كوني اكيد اي بروغرام ولا اي طريق مشيتي فيها وقلتي هاد الطريق غادي نوصلها كوني اكيد غتوصليها باي اكيد بأي اكيد خاولات ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.